بلاد الشمس المشرقة، ذات التقاليد الاجتماعية الراسخة التي نهضت من الركام ونفضت عنها الرماد وانطلقت بإصرار وعزيمة لتصل إلى قمة الهرم الاقتصادي العالمي. شعب الشغف بالانضباط والإتقان والدقة والتميز، الذي شكل ثقافة عمل أصبحت مدرسة تنسب إليه ويعرف بها. لم يعطلها شح مواردها الطبيعية، فراهنت على الإنسان ليصبح أهم ثرواتها وأكبر استثماراتها، فصنعت بمعادلاتها الخاصة معجزة أبهرت العالم. إنها اليابان. أني اسمي فوميو يواي، سفير اليابان لدى المملكة العربية السعودية. بقالي هنا تقريبا 7 أشهر، وكل يوم أتمتع بحياتي في هذا البلد العظيم. كنت نائب السفير في السعودية مدة 3 سنوات، بالتحديد من 2008 لغاية 2011، ولذلك كنت أظن أن لدي معرفة وصورة واضحة عن المملكة، ولكن أنا كنت خاطئ جدا بسبب تحولات عظيمة اللي حصلت وتحصل في هذا البلد. من وجهة نظري أبرز تحولات في هذا البلد بعد 2015 ظهور الشباب بطموحات كبيرة، بقدرات كبيرة، وهم متفاولون جدا لبناء مستقبل أفضل لهذا البلد. أريد القيام بزيارة كل المناطق في المملكة، طبعاً منطقة الرياض ومنطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنطقة الشرقية ومنطقة القصيم، وإن شاء الله بعد انتهاء من عملي هنا أنا سأزور كل المناطق في هذا البلد لتنوع الثقافات والطبيعة والاجتماع أو المجتمع في المملكة العربية السعودية. أما بالنسبة لحياتي اليومية في الرياض، عموما يعني المشي في حي السفارات أو الذهاب إلى ملعب الجولف، نادي رياض للجولف أو نادي ضرب، ولذلك أريد أستغل هذه الفرصة، يعني وجودي في المملكة لتحسين
قدرتي في هذه اللعبة. أنا دخلت الخارجية قبل 35 سنة وتعلمت اللغة العربية، وخلال هذه الفترة طبعاً اهتمامي بالتاريخ، تاريخ العرب أو ثقافات العربية، المواقع الأثرية أو أماكن التراثية هي يعني أحبها أكثر عند زيارتي إلى أي مكان. فعلى سبيل المثال قبل فترة زرت عشيقر، وعشيقر كان مدينة قديمة جدا، وأيضا هنالك أشخاص كثيرة اسم العيلة عشيقر في العراق. فكتبت شيء على حساب تويتر عن العلاقة ما بين مدينة عشيقر وهذول الموجودين في العراق. هذا البلد كبير جدا، يعني أكبر من اليابان بستة أضعاف، ومن الطبيعي جدا أن يكون هنالك أكلات متنوعة مختلفة. حتى السعوديون لا يعرفون بالضبط. أنا دائما أجرب الأكلات المحلية الموجودة، وسأستمر في هذه التجربة إن شاء الله حتى نهاية مدة عملي في الرياض. شاركت بعض الفعاليات منذ قدومي إلى السعودية، على سبيل المثال مهرجان التمور في بريدة وعنيزة، وأيضا ذهبت إلى بوابة الدرعية وعجبت بالآثار الموجودة هناك. هذا المكان هو يعني نقطة البداية للمملكة السعودية. أيضا زرت القدية. القدية هتكون مدينة ترفيهية كبيرة في المستقبل القريب، ليعطي سعادة لكل السعوديين. عند الزيارة للغصيم زرت متحف الأغيلات، وقبل ذلك أنا لم أعرف الأغيلات هي ليست اسم العيلة، ولكن هذا يعني مجموعة من التجار اللي كانوا يذهبون إلى أماكن بعيدة مثل مصر والشام هكذا. يعني من خلال وجودي في السعودية أنا حريص جدا لتعريفي عن المملكة وتاريخها وشعبها.
إن العلاقات الثنائية القائمة بين اليابان والمملكة العربية السعودية متميزة، وممكن نقول إن هذه العلاقة علاقات تاريخية، لأن تأسيس علاقات الدبلوماسية هو قبل تقريبا 65 سنة، ومنذ ذلك الوقت تم تبادل الزيارات على المستوى القمة. هذه العلاقات تتطور بشكل تدريجي، ولكن في نفس الوقت ممكن نقول زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لليابان في عام 2017 وإطلاق رؤية مشتركة اليابانية السعودية 2030 هي نقطة التحول إيجابية كبيرة، لأن هذه الرؤية المشتركة تعتبر أساساً متينة لتقوية وتعميق روابط التعاون والصداقة بين بلدينا الصديقين. أما بالنسبة لدور هذه البعثة سفارة اليابان في المملكة العربية السعودية، يعطى دفع قوية لتحسين أو تطوير العلاقات الثنائية، لأنه عدد كبير من السعوديين والسعوديات يهتمون جدا بالثقافات اليابانية والمجتمع الياباني وعكس كذلك، ولذلك كجسر ما بين اليابان والمملكة أو ما بين شعبين، دور السفارة مهم جدا. الواقع إن الجاليات اليابانية في المملكة ليست كبيرة، عدد المقيمين اليابانيين في هذا البلد تقريبا 650، ومنهم تقريبا ثلث موجود في الرياض، وهم يعملون معظمهم في الشركات اليابانية الموجودة في المملكة. أكبر الإنجازات لرؤية 2030 هي ما تشعرون به كسعوديين. أما بالنسبة لي، وجود هذا الجيل أو أجيال القادمة هي نتيجة رؤية 2030. طبعا بعد صدور رؤية المملكة 2030 والاتفاق بين اليابان والمملكة على أن يكون هنالك رؤية مشتركة ل 2030، تخطط العلاقات التجارية والاقتصادية مجرد علاقات بسيطة وأصبحت أعمق من النفط والغاز، وأيضاً التبادل التجاري الاستهلاكي. فقامت اليابان بالدخول في شراكات استراتيجية مع المملكة في المشاريع الاقتصادية المهمة جداً، ونمت هذه المشاريع 100% لتصل إلى 62 مشروعاً تقدر قيمتها بأكثر من 42 مليار دولار في المملكة، مما أدى إلى أن يكون هنالك اقتصاد تكاملي بين المملكة واليابان.
المشترك تعتبر أساسا متينة لتطوير العلاقات الثنائية، يعني تطوير التعاون والصداقة بين بلدين. هناك مجالات واسعة تغطى برؤية مشتركة. عموما 9 مجالات في رؤية مشتركة، مثل تطوير بنية تحتية بجودة عالية، وفي المجال الطبية، مجال الزراعة وتمويل وتطوير قدرات البشرية وهكذا. وهناك كذا مشاريع، ولا يمكن أن أقول بكلمة واحدة. ممكن نقول من خلال إتمام أو تنفيذ هذه المشروعات، اليابان تظهر استعداداتها لدعم المملكة العربية السعودية في مسيرتها إلى المستقبل الزاهر، أو لدعم اليابان لتحقيق المملكة طموحات كبيرة موجودة في الرؤية السعودية. طبعاً التبادل التجاري بين الدولتين وصل إلى ارتفع بنسبة 40%، وأصبحت اليابان هي ثالث أكبر دولة مصدرة ومستوردة للمنتجات السعودية، وأيضاً في المرتبة الثانية في الاستثمار في المملكة، وهذا سيؤدي في المستقبل القريب بإذنه تعالى إلى نجاح الرؤية السعودية اليابانية المشتركة في جميع هذه المجالات، لتتطور وتصبح أيضاً في محط المرتبة الأولى أو الثانية عالمياً. طبعاً قرار حكومة السعودية لإصدار التأشيرات للسواح، هذا قرار مرحب به جدا بين اليابانيين، وهم يريدون الزيارة إلى المملكة، وإن شاء الله بعد التغلب على كورونا سنشوف عدد السياح اليابانيين يزداد. قيادة المملكة العربية السعودية تهتم اهتماماً كبيراً بتطوير القطاع السياحي في هذا البلد، ومن خلال زياراتي إلى أماكن كثيرة في هذا البلد هناك إمكانية ضخمة لتطوير السياح، ولذلك إن شاء الله سنشوف نجاح كبير لمبادرة الحكومة السعودية بهذا الشأن. أنا أقوم بزيارات إلى المكاتب للوزارات والهيئات وهكذا، وأجد سعوديين أو سعوديات اللي ممكن يتحدثون باليابانية في هذه المكاتب. أنا لم أشاهرهم في تجربتي الأولى قبل 10 سنين، وهذا يدل على اهتمام المملكة باليابان. وفي نفس الوقت السعودية الآن لديها أكثر معرفة مما كان عليه من قبل عن اليابان. رسالتي هي إن المملكة العربية السعودية بلد عظيم أنتم تعتزون به،
ولذلك أنا متأكد أن المملكة ستشهد مستقبلاً أكثر ازدهاراً وللشعب السعودي كذلك أكثر مزدهراً. إن شاء الله سنشهد سوياً تطور البلد في ظل رؤية 2030 وأيضاً تقوية التعاون والصداقة بين اليابان والمملكة العربية السعودية.